نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية لمبادرة إزرع بقرية أمليط مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة. يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تمت خلال المبادرة ندوات للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وبحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن وتنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فني للمزارعين والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وبكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح. لقاء مع صغار المزارعين، بنتكلم عن معاملات محصول القمح خلال الفترة الحالية، ده في إطار تنفيذ أنشطة مبادرة إزرع اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مرحلتها الثانية، المستهدف فيها الوصول ل 500 ألف مزارع بمساحة 1,000,000 فدان. لقاء النهاردة كنا ملتقي بالسادة المزارعين باللقاء مع مبادرة إزرع اللي بيدعمها التحالف الوطني واللي بتساعد الفلاح، بتقدم له دعم مادي في صورة تقاوي مدعمة بنص الثمن ودعم فني ودعم إرشادي عن العمليات الزراعية ومدارس حقلية وإرشادية، وتقدم له بعض المخصبات عشان يوصل بأعلى إنتاجية لمحصول القمح. عرفت بالمبادرة فروحت سألت على صنف أنا كنت عايزه مصر 3، ولقيت الصنف ده فسألت على سعره بره وسألت على سعره في المبادرة فلقيته أرخص 50%، فأنا خدت الغلة بتاعتي من المبادرة. إحنا لما بدأنا نزرعهم شفنا بدأنا نشوف المحصول القمح ما بيتأثرش بالعوامل الجوية، ما بيتأثرش بالمناخ، المحصول إن شاء الله بإذن الله البوادر بتاعته مبادر كويسة. المشروع ده دعمنا ب 50% من التجاوي، أنا زرعت صنف القمح سوتس 14، طبعا كنت زرعه قبل كده فاخترت الصنف ده لان محصوله عالي.